لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. صباح الخير. الله يصبحكم بالخير وما كنتوا عم تسمعونا. تحية الصباحية للجميع، أحلى صباح لحنا مشاهدين ومستمعين ومتابعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار يوم جديد، أسبوع جديد. اليوم الأحد 18 من أيلول للعام 2022، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. بالخير بالحب وبتحية الوطن فلسطين نحييكم، تحية القدس العاصمة، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب. صباح الخير لكم أينما كنتم من طاقم عمل البرنامج، الزملاء محمد ريان، خالد نجاص في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وزميلة علياء الطيطي من التنسيق، ومن ريم العمري في الإعداد والتقديم. صباح الخير يا فلسطين، صباح جبينك العالي، بكل طلعة شمس وانهار أمل في الصبح بلالي. وصباح الخير يا فلسطين، صباح جبينك العالي، بكل طلعة شمس وانهار أمل بالصبح. بدي يعني أذكركم عم بتشوفونا وبتسمعونا عبر شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن اف ام على الموجة 99.2، عبر وكالة وطن للأنباء مباشر على موقع الفيسبوك مباشر. صباح الخير لكل اللي بيشاهدونا عبر الفيسبوك مباشر، وأيضا بإمكانكم المشاركة عبر أرقام الاتصالات على 02-2966195، 02-2966197. كل العالم ساكن وطن الأرض، وإحنا وطننا. طيب،
يعني عم بيبعتولي صور عن أزمة قلنديا، أزمة كفر عقب، الوضع المأساوي اللي منعيشه في هذه المنطقة، واللي يعني بشكل عام إحنا عنا أزمات يعني بالبلد صباحا، وطبعا مع بدء المدارس كمان زادت هذه الأزمات. أزمة قلنديا كفر عقب تحديدا، هاي الأزمة الجديدة القديمة المتجددة التي ليس لها أي حلول جذرية حتى هذه اللحظة. يعني الصورة لو بزبط أعرض لكم إياها اللي من كفر عقب، تحس إنه مش عارف كم مسرب، أنا بدي أعد كم مسرب ماشية فيه السيارات. هو بالوضع الطبيعي هو شارع مسربين يعني يفترض، لكن بالواقع اللي صاير السيارات عاملين 3-4 مسارب، إشي عكس السير وإشي بيعمل يوتيرن غلط وإشي ماشي في مساره صح والتانية ماشي غلط. يعني مأساة، مأساة هذه المنطقة بشكل كبير. وحاولوا كثير محاولة المساعدة في هذا الموضوع، إلى أنه للأسف تتجسد أزمة الأخلاق في القيادة أكثر من الأزمة الحقيقية اللي بسبب الشوارع وغيره. إحنا نعم لدينا بشكل عام أزمة في موضوع الالتزام بالنظام والالتزام بالمسلك الصحيح والسليم وعدم تجاوز قوانين السير وعدم القيادة عكس السير، فبالتالي هاي بحاجة إلى كمان يكون في هناك دور توعوي. بعرفش قديش يعني كل واحد عارف إنه هي أصلاً المنطقة هاي مش ناقصها أزمات، وهي منطقة مكتظة سكانياً، ومنطقة فش فيها أي نوع خدمات، منطقة بدفع فيها المقدسي ضرائب لكن لا يتلقى أي خدمات بالمقابل، منطقة تهملها بلدية الاحتلال، وبنفس الوقت نحن نقص على أنفسنا كمان بأنه بعض البعض يتصرف بسلوكيات غير صحيحة وغير سليمة على هذا الشارع تسبب الأزمة. الشارع القلنديا كفر عقب أساسا الواحد إذا واحد بس من بين المئات اللي ماشيين واحد قرر أنه يمشي عكس السير رح يسبب أزمة للمئات، بس واحد يعني هو مش بحاجة إنه 10 يمشوا عكس السير، لأنه المسلك ضيق، مسلك واحد، فيش مجال يعني إنه حتى لو واحد مشاه إذا وقف بيعمل أزمة كبيرة. فبالتالي ما بالك إنه الناس الصبح بتكون بدها تلحق، بدها تروح على الشغل، بدها توصل أولادها على المدرسة، بدها ترجع، بدها كذا. تنسوش كمان إحنا يعني لسه بدهم يوصلوا مرحلة تانية من الأزمة والانتظار، ولا هي أزمة حاجز قلنديا العسكري، الأزمات اللي خلقها الاحتلال بهذه الحواجز وخلق فرض هذا الأمر الواقع علينا كفلسطينيين، نمنع من الحركة والتنقل بحرية داخل بلدنا، نمنع بفعل هذه الحواجز. فمأساة فعليا. يعني أمين حدا بالعالم بيضطر أنه يصحى من 5 الصبح عشان يروح على شغله اللي بيبعد عن بيته مسافة 3-4 كيلومتر فقط مثلا، بس في فلسطين، لأنه عارف أنه في حاجز وفي أزمة وفي احتلال بأخرك الصبح. وبشكل عام يعني المسافة مثلا من قلنديا لحزمة، المسافة من قلنديا لحزمة 10 دقائق في السيارة، وربما أقل إذا بدك تكون ماشي سرعة معينة، لكن في الوضع الطبيعي والحقيقي والواقعي في حياتنا هاي المسافة تاخد منك وقت ساعة إلى ساعة ونصف أحيانا. تخيلوا ليش؟ لأنه مرة فجأة بقرر الاحتلال يتواجد على حاجز جبع، على نقطة جبع، يأخر كل الناس أو يأخرهم على قلنديا أو في أي نقطة بدكم إياها، غير الأزمة والاكتظاظ وعدد السيارات. فإحنا منعيش بمأساة كبيرة. على كل حال بركي خلال اليومين، إذا مش بكرة خلال أيام هاي، يبدو في حلول معينة، في مشاريع معينة جاي لقلنديا بدنا نسأل عنها أكتر، لشارع كفر عقب تحديدا يعني ممكن إنها تساهم، أو شو ممكن نعمل كمساهمة للتخفيف من الأزمة المرورية. شو أخبار؟ نادوا لي عالشباب
ظهرك إنه في قلنزيا وفي كفر عقب ما فيش شرطة مرور، ما فيش شرطة سير، ما فيش حدا سائل عن هذه المنطقة، ما فيش حدا مهتم فيها، ما فيش حدا مسخر لها شرطة مرور، نظام فرض نظام معين، لا الناس متروكين لحالهم بهاي الفوضى المرورية وهاي الفوضى المناطقية في المنطقة واللي بدكم إياه. وهذا اللي بخليك أنت تشعر إن هذه منطقة محشورة ما بين القدس وما بين رام الله، ما بين رام الله اللي فيها شرطة المرور الفلسطينية وفرض للنظام خلينا نحكي، وما بين القدس اللي شرطة الاحتلال أيضا موجودة فيها ومفروض فيها النظام، محشورة منطقة كفر عقب بين البينين. وللأسف الشديد إنه لا تحصل لا على خدمات ولا على نظام ولا على قوانين ولا على أي شيء. اللي بيحكمك نظامك أنت، قانونك أنت، أخلاقك أنت وفقط في هذه المنطقة. وهذا أمر كمان محزن للغاية إنه الناس متروكين لحالهم في هذه المنطقة، رغم إنهم بيدفعوا الضرائب اللي عليهم لكنهم متروكين بهذا الشكل دون أي أدنى خدمات. السلطة بتحكي إنه هاي المنطقة نحن يعني مش ضمن سيطرتنا أو صلاحيتنا أو ما بعرف شو، أحياناً بتتدخل عن طريق التنسيق لأمور معينة خاصة في القضايا الأمنية، لكن القضايا النظامية للأسف الشديد لا يوجد أي تدخل فيها. وأنت تعد فطورك فكر، فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر، فكر بغيرك، من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك، فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك، فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر، فكر بغيرك، من فقد حقه في الكلام. طيب في ضمن ملفاتنا لهذا اليوم رح نحكي في أكثر من ملف، من ضمنها أزمة جامعة بيرزيت المستمرة. الجامعة لليوم لم تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد ولا للتسجيل، وذلك بسبب استمرار الأزمة ما بين نقابة العاملين في الجامعة وإدارة الجامعة. النقابة بدها مطالب معينة من 2016 أبرمت إلها اتفاق. إدارة الجامعة بتقول إنه هذا الحكي يعني حملت ولا نقابة العاملين وما فيش يعني داعي لهذا الإضراب، وأيضا تقول إنه هذا الأمر يعني نتيجة اللي بتقوم فيه نقابة العاملين بيؤدي إلى يعني تدمير العملية التعليمية بما معناه وتأخيرها وما إلى ذلك، والوقت الطويل في فتح أبواب الجامعة. فبين تبادل هاي البيانات ما بينهم رح نحكي عن الأزمة. أيضا خلال ملفاتنا لهذا اليوم رح نحكي في موضوع عدادات التاكسي، بعد ورود أخبار تقول هل ستتجه وزارة النقل والمواصلات فعليا إلى إلغاء عدادات التاكسي بعد 12 عام على وجودها داخل التاكسي، و12 عام وهو شوفير التاكسي بيرخص التاكسي بوجود، لأنه ممنوع يترخص التاكسي إذا ما فيش فيه عداد، رغم أنه 12 عام لم تعمل هذه العدادات،
لكنها موجودة داخل التكاسي. فشو آخر المستجدات رح نحكي أكثر في هذا الموضوع اليوم؟ وأيضا ضمن ملفاتنا رح نحكي في موضوع بلدة بيتين شرق رام الله. هذه البلدة تعاني من ضعف في خدمات الحكم المحلي وتحديدا قضية النفايات، سنتحدث عنها أكثر خلال حلقتنا. الله يا هالوطن شو هالوطن غالي، ما تغيب عن خاطري وعن قلبي وعيناي. الله يا هالوطن شو هالوطن غالي، ما تغيب عن خاطري وعن قلبي وعيناي. بالأمس كان في اجتماع لمجلس الجامعة، اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الأكاديمية المتلاحقة لتعطيل العمل والتدريس في جامعة بيرزيت لمدة 20 يوم حتى الآن من قبل الهيئة الإدارية لنقابة العاملين. هذا ما يعني كتبته إدارة الجامعة وناقشته، واستعرضت التأثيرات كما أسمتها بالغة الخطورة لتعطيل الدوام غير القانوني، والتي كان من أهمها الانخفاض الكبير في عدد الطلبة الجدد منذ بدء التعطيل المفتوح، حيث وصل النقص في عدد الطلبة إلى حوالي أو المثبتين إلى حوالي 700 طالب وطالبة مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي. وتوزع هذا الانخفاض بشكل متفاوت، حيث تدنت نسب الطلبة المثبتين إلى ما دون النصف وأحيانا إلى الربع العدد المخطط له لقبولهم في تخصصات متعددة. وقالت الجامعة أن هذا من شأنه أن يلقي بظلاله على الأعباء التدريسية للأساتذة لسنوات قادمة، وأن يمس حتى باستدامة بعض التخصصات مستقبلا، وذلك في ظل البيئة التنافسية المتنامية محليا وإقليميا. وكانت نقابة الأساتذة والعاملين في جامعة بيرزيت قد اتهمت إدارة الجامعة بالمماطلة في تنفيذ اتفاق سابق بينهما، حيث قالت أن الإدارة تواصل سياسة المماطلة في تلبية مطالب العاملين والتي تم الاتفاق عليها سابقا، مشددة على أن الإدارة ترفض مبدأ الشفافية والتشاركية في إدارة أموال ومستحقات العاملين. أما إدارة جامعة بيرزيت فقالت خلال اجتماعها بالأمس أنه ضمن سلسلة التأثيرات السلبية الكبيرة للتعطيل غير القانوني للدوام يأتي توقف المشاريع والنشاطات البحثية للأساتذة وللطلبة، وعدم إمكانية تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية كالمعتاد، وأيضا عدم إمكانية انعقاد النشاطات الطلابية وغيرها من الفعاليات والتي تشكل ركنا هاما في الحياة الجامعية. كتافك واللي ما شافك رح يندم على فاضي سنينه. حرر حالك فك حبالك والماضي عن ظهرك شيله. عيش نهارك طفي نارك وجه للخالق اشكيله. يندم على فاضي سنينه. حرر حالك فك حبالك والماضي.
شافك رح يندم على فاضي سنينه. حرر حالك فك حبالك والماضي عن ظهرك شيله. إلى أين إذن ستصل الأزمة بعد هذه الرسالة من أسرة جامعة أو هذه الرسالة من إدارة جامعة بيرزيت لأسرة الجامعة والتي تحدثت فيها عن السلبيات والتأثيرات السلبية الكبيرة للتعطيل الذي أسمته غير القانوني للدوام والذي أدى إلى انخفاض عدد الطلبة المثبتين وتوقف المشاريع والنشاطات البحثية للأساتذة وأيضا أمور أخرى كثيرة. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتورة لينا معاري رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت. صباح الخير دكتورة. صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات. تحياتي لك. إذن بالأمس إدارة جامعة بيرزيت وجهت رسالة حول تأثير الإغلاق على العملية الأكاديمية وقالت أن هذا التعطيل غير القانوني كما أسمته بالغ الخطورة وسيؤدي إلى تأثيرات سلبية أخرى كبيرة منها الانخفاض الكبير في عدد الطلبة المثبتين وأيضا انقطاع التدريس في الدورة الصيفية بشكل مفاجئ ويعني سلسلة تأثيرات كبيرة أخرى. دكتورة في يعني ضمنيا تحميل للمسؤولية وكانت قد سبق وحملت نقابة العاملين مسؤولية هذا التعطيل، ألا يوجد بوادر حلول للأزمة؟ اسمحي لي قبل التحدث عن بوادر الحلول تفضلي. بالتأكيد أولا وردا على بيان مجلس الجامعة بأن المسؤول عن التعطيل في الجامعة ليس الطرف الذي يطالب بحقوقه بل من يمنعها، وأظن أن واقعنا الفلسطيني يثبت أن النضالات النقابية والحقوقية هي دائما كانت ولا تزال ويجب أن تبقى متلازمة مع نضالاتنا الوطنية. أما بالنسبة لسلبيات التعطيل كما يذكرها بيان مجلس الجامعة فنحن نؤكد بأن الارتقاء بالجودة الأكاديمية وبالدور المجتمعي والوطني للجامعة هو في صلب اهتمامات العاملين في الجامعة وممثلهم النقابي، وبالتالي هناك الكثير من المغالطات في وصف القضايا والمسؤولية. الخطط الاستراتيجية مثلا التي تركز خطط الاستراتيجية لمجلس الجامعة والتي تركز على التوفير المالي لا على الجودة الأكاديمية وعلى الحقوق هي الإشكالية هنا، وبالتالي فإننا نقول بأن المسؤول عن التعطيل هو من يستلب الحقوق ويمنع الحقوق وليس من يطالب بها. طيب في لقاء سابق لي مع إدارة الجامعة تحدثت عن أن المطالب التي تطالب بها النقابة تتعارض مع التزامات الجامعة في اتفاق العمل الجماعي، لأن هذا الاتفاق تم توقيعه مع 5 جامعات، نتحدث هنا عن اتفاق عام 2016، مع 5 جامعات و5 نقابات، ولا يمكن الخروج عن هذا الاتفاق أو الإخلال به، حيث أن نزاع العمل الذي اتخذته نقابة العاملين تم بإضراب غير قانوني كما قالت، واتفقت الجامعة مع النقابة عام 2016 وشكلت لجنة حسب المادة 57 من قانون العمل باعتبار أنها لجنة منبثقة عن اتفاقية عمل جماعي، وقررت هذه اللجنة أن علاوة طبيعة العمل تبلغ 15% لكن تريد النقابة اعتبارها أساسية وتصرف مع الراتب الأساسي، لأن الاتفاق كان أنها مرتبطة بغلاء المعيشة وتدفع للموظفين كعلاوة منفصلة، وأن الجامعة ملتزمة بتطبيق هذا الاتفاق منذ التوقيع عليه. فهل هذا صحيح دكتورة؟ بمعنى هل النقابة تطالب بالخروج عن الاتفاق الجماعي مع 5 جامعات بأن تكون هذه العلاوة مرتبطة بغلاء المعيشة وتريدها مع الراتب الأساسي؟ نعم، فقط للتوضيح لكي يكون المطلب واضح، نحن نتحدث في هذا البند مع العلم أن القضايا النقابية والمطالب النقابية تضم الكثير من القضايا بما فيها صحيح. ما يتعلق بالأمن الوظيفي وما يتعلق بالجودة الأكاديمية وما إلى ذلك وبالتأمين الصحي للعاملين في الجامعة، ولكن بما يتعلق بمطلب تطبيق اتفاقية الكادر للعام 2016 فإن القضية تحديدا هي بأن اتفاق الكادر في العام 2016 أحد بنوده كان إضافة 15%
على الراتب الأساسي للعاملين، وكان ذلك بالاتفاق بأن يكون على فترات على لمدة 5 سنوات لكي، وهو فهم من العاملين لكي تتمكن الجامعات من الإيفاء بهذا الطلب. الجامعة دفعت نسبة 15% حسب ما هو متفق خلال 5 سنوات، لكنها لم تدخل في النهاية هذه النسبة إلى الراتب الأساسي، وهي تصر على إبقائها مبلغ مقطوع. هذا الأمر يحرم العاملين من الحقوق المترتبة النقطة على الاتفاق. نعم، لكن النقطة المفصلية ما بينكم كنقابة وما تحدثت به إدارة الجامعة إنه الاتفاق في حينه صار على أن تدفع كعلاوة منفصلة وليس مثبتة على الراتب الأساسي، وهذا ما اتفقت عليه الخمس جامعات كما قال. نعم، هذا غير صحيح، ومهم التأكيد هنا على نقطتين. الأولى بأن الحوارات مع الجامعة، لأننا كما قلنا نحن كنقابة عاملين على مدار عام كامل كانت هناك حوارات طويلة مع إدارة الجامعة ولجنة الحوار عن الإدارة حول هذه القضايا، وتحديدا في الادعاء بأن الجامعة طبقت هذا الاتفاق، مع العلم أن هناك جامعات طبقت الاتفاق كما يجب وأدخلت نسبة 15% إلى الراتب الأساسي. ومهم هنا أيضا التأكيد بأننا خلال هذا العام وخلال هذه الحوارات الإدارة كانت تتحدث عن الأثر المالي للالتزام بهذا الاتفاق تحديدا، وبالتالي كانت هناك نقاشات طويلة حول الأثر المالي، وعندما طالبنا بحساب الأثر المالي واتضح بأن هذا الأثر المالي ليس بالكبير وبأن الجامعة قادرة على هذا التطبيق، بدأ الحديث مرة أخرى حول أن الجامعة قد طبقت. فبالتالي هي برأيي هي خطابات من إدارة الجامعة ومن مجلس الجامعة مختلفة، مرة يتحدثون بأن المشكلة الأساسية هي الأثر المالي، ومرة يقولون بأننا طبقنا هذا الاتفاق. وبالتالي القضية لا، وفي قضية أخرى. نعم. قالوا أنه أصلا النقابة ترفض الجلوس للحوار، يعني هل فعليا أنتم كنقابة اليوم ترفضون الجلوس مع إدارة الجامعة للحوار؟ طبعا لا، يعني أظن أنه بياناتنا واضحة، نحن خلال كل العام الأكاديمي المنصرم كنا في حوارات دائمة ودورية مع إدارة الجامعة حول هذه القضايا. عندما وصلت هذه القضايا إلى حائط مسدود تم إعلان نزاع العمل، وهنا من المهم أيضا التأكيد، نحن أعلننا نزاع العمل في 21 حزيران. كان الأولى بإدارة الجامعة وبمجلس الجامعة النظر في حلول والالتزام بحقوق العاملين قبل أن تصل الأمور إلى إجراءات نقابية، لكن للأسف الجامعة ومجلس الجامعة بدل الالتزام بحقوق العاملين، وأؤكد بأنها قابلة للتطبيق بعكس ما تدعيه إدارة الجامعة مرة بحجج مالية ومرة بحجج قانونية، فإن الإدارة وكما نرى اليوم وفي بياناتها الأخيرة مشغولة بوقف الإجراءات النقابية وضرب العمل النقابي وأدواته المشروعة في تجاهل بأن العمل النقابي في جامعة بير زيت هو مدماك أساسي في هذه المؤسسة، وقد شكل هذه المؤسسة وهو جزء من الخلافات حول الرؤى، حول ماذا نريد من هذه المؤسسة. طيب. كيف تقوم هذه المؤسسة بدورها الأكاديمي والمجتمعي والوطني في المجتمع؟ متى جلستم دكتورة آخر مرة للحوار؟ لأنه فعليا إدارة تقول أن النقابة مصرة على رفض الحوار أو حتى النقاش منذ أن دخلت في نزاع العمل. مرة أخرى هذا غير صحيح. طب متى آخر مرة جلستوا للحوار؟ يعني نحن نقول دائما، وهذا ما أكدناه، بأن القضايا تحتاج بعد عام من الحوار
إلى ردود مختلفة، إلى تطبيق يعني قصدك؟ ليس بالضرورة إلى تطبيق، نحن موقفنا واضح. هي بحاجة إلى ردود مختلفة من الجامعة لكي نتحاور حول آليات التطبيق. نحن منفتحون على نقاش والحوار حول آليات التطبيق. في 8/9 كان هناك لقاء بين إدارة الجامعة ونقابة العاملين، حينها بحضور وزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتحديد كانت هناك عرض للمطالب مرة أخرى، وطلبنا من الإدارة أن ترد علينا بما هي إجاباتها حول هذه المطالب، ومررنا على المطالب مطلب مطلب، وكان رد الإدارة هو نفس الرد الذي كنا نتلقاه خلال العام الكامل. اللي هو باختصار يعني أزمة مالية، أو ما فيش الآن إمكانية لتطبيق هذه أو حسب ما قالت لنا الإدارة آخر مرة أن هذه المطالب يعني غير جدية. إيش الرد الأخير كان؟ مرة أخرى بما يتعلق باتفاقية الكادر، تقول الإدارة بأن قالت الإدارة بأنها طبقت هذا الاتفاق، وأنه لا يمكن الحديث عنه الآن لأنها قامت بتطبيقه. بما يتعلق بالتأمين الصحي وتحديدا في سعينا للحفاظ عليه واستدامته كتأمين صحي تكافلي داخل الجامعة، كانت الإدارة تقول بأنها لم تعرف عن هذا المطلب، مع أن المطلب الذي طلبناه كانت الإدارة قد راسلتنا منذ 28/4 تقول بأن مجلس الجامعة قد بحث هذا الأمر وأنها أخذت استشارة قانونية وبأن الأمر سيبقى على ما هو عليه. فهناك مراوغة، ومرة أخرى نحن مقتنعون بأن الحوار دائما هو الحل، ولكن لا يمكن للحوار بأن يتحول إلى وسيلة لعدم الاستجابة وللمماطلة والتراجع عن اتفاقيات وما إلى ذلك. وهذه كانت إحدى المشاكل خلال العام الكامل التي أوصلتنا إلى نزاع عمل. تمام، مفهوم. دكتورة، بس بالنهاية خليني أحكي في واقع الآن على الأرض بأنه في تعطيل للمسيرة التعليمية، وفي تعطيل للدوام بشكل عام، وأثار سلبية أخرى تحدثت عنها الجامعة كانخفاض عدد الطلبة، يعني كمان توقف المشاريع والنشاطات البحثية، عدم إمكانية تنظيم الندوات والمؤتمرات وما إلى ذلك. كيف تنظرون إلى هذه القضايا كنقابة يعني، وإلى هذه التأثيرات السلبية؟ نعم، أولا أؤكد بأن الأبعاد الأكاديمية للجامعة ودور الجامعة المعرفي هو في صلب اهتماماتنا وأيضا في صلب مطالبنا التي نطالب بها. أما بما يتعلق ببيان الإدارة حول هذه الآثار، فإننا نؤكد مرة أخرى بأن الكثير من القضايا الأكاديمية التي تذكرها الجامعة في بيانها، إدارة الجامعة في بيانها كانخفاض أعداد الطلبة المثبتين وما يتعلق بالبحث العلمي وإلى آخره، هي قضايا مرتبطة بالخطط الاستراتيجية للجامعة، والتي نقول دائما بأن المشكلتنا أيضا كعاملين بأن الخطط الاستراتيجية للجامعة باتت تركز على التوفير المالي وليس على الجودة الأكاديمية. فبالتالي من مطالبنا الأساسية هي مطالب ترتبط بالارتقاء بالجودة الأكاديمية. ونعم، نحن ندرك إشكاليات التعطيل وإشكاليات وآثار هذا التعطيل، ولكن مهم دائما التفكير بأن مسؤولية إدارة الجامعة حل المشاكل وعدم الوصول إلى هذا التعطيل. فبالتالي نحن نقول بأن الضغط يجب أن يوجه باتجاه إدارة الجامعة لتستجيب للمطالب حتى يتوقف هذا التعطيل. شكرا جزيلا لك دكتورة لينا المعاري، رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، تحياتي لك. شكرا. كل البلد اختلف بعض، كل واحد عنده موال.
ملفنا التالي حديث يدور عن إلغاء عدادات التاكسي، هل الإلغاء وارد من قبل وزارة النقل والمواصلات أم لا؟ منذ العام 2010 بدأ سريان قرار مجلس الوزراء بإلزام مركبات التاكسي السفريات الخاصة طبعاً بتركيب عدادات الأجرة وتشغيلها. هذه العدادات اللي لها 12 سنة بيدفع شوفير التاكسي الترخيص بوجودها ولا ترخص مركبته بدونها، هي لا تعمل، لكن وزارة النقل والمواصلات يعني ما بدي أحكي تجبر، تقول بأنه حسب القانون يجب أن تكون موجودة داخل التاكسي. فهل فعليا هو جرى إجبار السائقين على تركيب هذه العدادات؟ وبموجب التعليمات وشروط تجديد الترخيص كان لزاما على السائق أن يدفع 200 شيكل سنويا بدل صيانة العداد، وإذا الذي أصلا لم يعمل منذ إقراره، ليضاف هذا المبلغ إلى قائمة طويلة من المصاريف التي يتوجب على أصحاب المركبات دفعها زي الترخيص والتأمين ورخصة التشغيل والضرائب وأجرة المواقف وغيرها من الأمور التي يقوم سائق التاكسي بدفعها. فبالتالي اليوم العداد أصبح عبارة عن ديكور داخل التاكسي، هو فعليا ديكور لأنه لا يعمل، وهو موجود لأنه ترخيص المركبة لن يتم بدونه. هل فعليا تتجه وزارة النقل والمواصلات إلى إلغاء العدادات أم لا؟ سيفيدنا بمزيد من التفاصيل المتحدث باسم الوزارة الأستاذ موسى رحال، معنا على الخط الهاتفي. أستاذ موسى صباح الخير. صباح الخير، تحياتي لكل جميع المستمعين والمتابعين. تحياتي أستاذ موسى. بحسب الأخبار الواردة، هل فعليا تتجه وزارة النقل والمواصلات إلى إلغاء عدادات التاكسي، ولماذا إذا كان ذلك؟ يعني قانون المرور واللائحة التنفيذية نصت على وجود عداد التعرف في المركبات العمومية اللي هي الطلبات الخاصة لحساب أجور السفر بين الراكب والسائق للسفرة الخاصة، وهذا معتمد ومتعارف عليه. عدم تشغيل العداد من قبل السائقين أو بعض السائقين، عدم طلب تشغيل العداد من بعض المواطنين، بجوز هناك يكون اتفاق بين الطرفين على الصفرة ضمن أجرة محددة، وهون ما بيكون في مشكلة إذا اتفقوا فيما بينهم، يعني ما راح يصير في شكاوى واعتراض. أما السائق يقول للمواطن أنا العداد غير موجود، العداد لا يعمل، هو هون مخالف السائق. كون ترخيص السنوي للمركبة وجود العداد يتم معايرته والتأكد من وجوده، كونه مربوط أجهزة نقل الحركة بالمركبة. وأي تغيير بهاي الأجهزة أكيد لازم يكون إعادة معايرة للعداد لأنه بأثر على القراءة. معايير الاحتساب عديدة، هي ضمن يعني المصاريف التشغيلية للمركبة، ومحتسب يعني بيتم أيضا احتساب حتى الرسوم اللي بيدفعوها هي من ضمن المصاريف التشغيلية اللي بيتم إدخالها ضمن التعرفة للعداد. المواطن اللي بتوجه لطلب مركبة سفر خاصة بتكون تحت تصرفه وهو أثناء بداية السفرة لنهاية السفرة، يمنع تشغيل ركاب آخرين، السائق ملزم تشغيل العداد. نعم، بس في فشل في تشغيل العداد. نعم. 12 عام يعني صار في فشل في قضية تشغيل العداد، ورغم الحملات والتأكيدات والمناشدات تشغيل العداد لأنه في عدم اهتمام، وأصبح في هناك عرف بين الركاب والسائقين على أجرة الصفقة المحددة في الفترة الأخيرة، ونتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود بعض السائقين توجهوا لتحصيل أجرة زيادة عن حتى المألوف يعني بشكل مبالغ فيه، وهون كان في شكاوى واحتجاج ومعارضة من المواطنين. وزارة النقل والمواصلات بشكل يومي وعندنا شكاوى ترد من المواطنين بتم متابعتها سواء الرقم 150 أو على وحدة الشكاوى على الموقع الإلكتروني للوزارة. البعض حتى بتوجه أنه وزارة النقل والمواصلات رفعت الأجرة، ما تم رفع الأجرة، هناك يعني قرار واضح بعدم رفع أجور السفر في المركبات، جميع المركبات والحافلات العمومية. خلينا بس على موضوع العدادات، احنا سمعنا فيه هناك خيارين، اما فرض تشغيل العداد وهذا يعني سبق وفشل في الماضي، او يتم الغائها والبحث عن طرق اخرى، هذا ما تحدث به الوزير. فإلى ايهما، اي خيار تتجه له الوزارة؟ يعني إذا تم التوصل إلى خيار آخر ممكن يوفر يعني عدل بين الطرفين وإمكانية تطبيقه تكون وفق يعني الإجراءات المعمول فيها في وزارة النقل والمواصلات، وتم التوجه نحو هذا الخيار، بتم العودة إلى
العمل على تعديل في مادة القانون واللائحة اللي بتنظم وجود العداد. في حال تم الحصول على التعديل المطلوب يصار إلى تنفيذ الخيار. يعني بمعنى ستعرض على مجلس الوزراء هذه القضية؟ أكيد، يعني هذا قانون مرور واضح، ما بصير إحنا نخالفه ضمن الإطار يعني العام وعمل وزارة هي الالتزام بالقانون المرور ونظم عملها واللائحة. أقصد ستعرض يعني هذه الفترة إنه وزير النقل المواصلات سيعرض القضية على مجلس الوزراء؟ نعم نعم، راح يتم إذا تم التوصل إلى اتفاق أو يعني خيار بديل بتم العودة إلى عرض تعديل على مواد القانون واللائحة من أجل تنفيذ الخيار. والسبب بسبب التكاليف التي يدفعها السائق في هذا الوقت، يعني سبب طرح القضية الآن بسبب التكاليف العالية وغلاء المعيشة وما إلى ذلك؟ لا لا، ما له علاقة، ما له علاقة. إيش سبب طرح الموضوع القصد الآن؟ يعني عدم الاهتمام بتشغيل العداد وعدم التزام السائقين بأنه حتى عداداتهم يتم معايرتها وارتفاع بأسعار الوقود، كان في له خيار آخر وعم تعمل عليه اللجنة المختصة، وتم يعني إن شاء الله بالقريب قريب جدا سيتم تعويض السائقين عن الدعم المطلوب وفق يعني الأرقام الحسابات البنكية اللي تم تزويدها للوزارة، وهذا الموضوع ماشي يعني اتباعا لجميع القطاع. هو يعني أستاذ موسى بتعرف إنه تعثر تشغيل العداد واستمرار السائق في دفع أجرة الصيانة السنوية اللي بتروح لشركة خاصة وحيدة هي الشركة هاي يعني المسؤولة عن العدادات، برضو فيها نوع من عدم المنطقية. 12 عام وهو يدفع هذه التكلفة من أجرة الصيانة لهذه الشركة، هي محسوبة للسائقين من ضمن أجور سجور السفر اللي بتم احتسابها، بتم إدخالها على العداد من ضمن المعايير، بتم إدخال العداد لحساب أجرة السفر، يعني هي محسوبة للسائقين. كيف يعني أصدق محسوبة؟ بس ما فهمتش هذه النقطة. يعني هو بيخدها من الأجرة أصدق؟ نعم، يعني مصاريف التشغيلية للمركبة والمسافة والوقت والزمن والوقود، جميع هاي معايير عندنا حوالي 40 معيار بتم أخذها بالحسبان لما بتحتسب أجور السفر، سواء خطوط الخدمة أو الطلبات الخاصة ضمن المعايير الإدخال بالعداد التعرفة، جميعها محسوبة ضمن المصاريف التشغيلية. يعني الموضوع محسوب. إذا نتحدث عن موضوع شركة، الوزارة عملت 3 إعلانات من أجل ترخيص شركات أخرى للمنافسة وتقديم خدمة يعني العداد لحساب أجور السفر، لم نصل إلى يعني شركة أو أحد من حتى اللي تقدموا الطلبات عزفوا وتراجعوا بكون الموضوع غير مجزي اقتصاديا بالنسبة لهم، وبقي الحال كما هو عليه. حتى النقابات في يوم فكرت أنها تعمل، هي تتبنى الموضوع تعمل شركة، وكمان ما استمرت وتراجعت في طلبها أنه ما استمرت منها تنشي هاي الشركة وتوفر خدمة العدادات اللي تدعم. حتى القطاع النقابات، النقابة اللي بتمثل قطاع عمال النقل البري أو النقابات الأخرى، كمان ما استمرت منها تكون بديل أو منافس للشركة الموجودة. طيب إذا خلينا نكون يعني فاهمين هذه النقطة، إنه إذا في حال تم إقرار موضوع إلغاء العدادات، هذا بحاجة إلى تعديل مادة في القانون بعد عرضها على رئاسة الوزراء، ليس بالأمر السهل يعني. نعم، بيئة قانونية. نعم نعم، شكرا شكرا جزيلا لك موسى رحال، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات. يا بلادي نرفع كرة، لو 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 لالي، لو 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 لالي، الله حيني شوارعك يا بلادي نرفع كرة، يا صوت عالي واركب جناح الهوى، هاتلي خبر وسلم لنا عأهلنا. طيب متواصلون معكم أكيد. ملفاتنا، وبلدة بتين تعاني من ضعف خدمات الحكم المحلي، المزيد بعد فاصل، ابقوا معنا.
اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملوا عين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. أما شو يا معلم؟ الصور، الفيديوهات، الستوريات، هيك سرعة الفايبر عندي بالدار. أول شيء اسمه فايبر مش فايبر، بعدين شوف. شوف؟ مالك بتضوي وبتطفي بالضوء هيك؟ إحنا بإعلان إذاعي مش تلفزيوني. ما هو الناس لازم تعرف إنه الفايبر بسرعة البرق مش الصوت. بالتل جيجا فايبر، أسرع إنترنت منزلي. من سد ستي بدينا وفتحنا الباب، فتحنا حساب ورا حساب وصار عنا برنامج حسابات التوفير. من سد ستي بنوفر سوا وبنفرح سوا ومعكم مكملين لنوفر ونربح 1960 مع بنك فلسطين. كل يوم اربحوا 1000 دولار 9000 دولار كل اسبوع وشهريا 60000 دولار وفروا اربحوا على طول وجائزتين بنص مليون كل جائزة ربع مليون دولار كل 3 شهور. افتحوا حساب توفير أو غذوا حسابكم ب 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. لا تدخلوا السحب على أضخم حملة جوائز التوفير في فلسطين. تبدأ الحملة يوم 1/6/2022 وتنتهي بتاريخ 15/12/2022. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. وين؟ أما شو يا معلم؟ خط نابلس رام الله جبته بربع ساعة. ول هو كان خط فايبر. بالتل جيجا فايبر، أسرع إنترنت منزلي. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب يوم عن يوم ثقتك فينا بتعلى مشينا معك الدرب تحدينا كل الصعب كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير دجاج عزيز حكاية إبداع جاج عزيز حكاية إبداع وتطوير يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان. جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي صحي ولذيذ تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة. بدنا نعمل أسرع إعلان. يلا بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. شو هاد؟ إعلان بالتل جيجا فايبر بس من سرعته مش رح تسمعه. بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. كلمة في صفحة إلها معنى بيحمينا زي الصاحب وقت الشدة تلاقيها لما بنحتاجها على طول بتعطينا في كل مكان ينتشر لترضينا والسنين احنا معها متواصلين هي ترسل العالمي العالمية للتأمين تطورنا لنعكس نجاحكم. قشطة يا عم سمعني كلام ونهارك فل يا سيدي الكل كل حدا بتشوفه ببالا جبالك قشطة من البناء أخطر من يلي ببالا القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي يا عيني يا عيني على القشطة دوق يا ليلي يا ليلي على القشطة دوق القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى البينار اختيار كل الدار جوائز
الحزنة كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت واكتر حلوه جوايزنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت واكتر حلوه يلا بدنا التغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير توفير 22 حلمك صار بالإيد توفير 22 ربحك مش بعيد توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت افتح حساب توفير $100 أو أكثر أو غدي حسابك الحالي لا تدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى للمزيد www.islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار تقدر تحكي بات الجيجا فايبر 10 مرات جيجا فايبر بايت بعد ايش لا تكلا 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 ايش تكلا ايش طلقة طلقة وبنزاحش لا تكلا 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 ايش تكلا ايش بقطع ايش بقطع ايش انا مش ضاوي انا هاوي مش معلق انا محلي طلقة طلقة وبنزاحش بتشكلك وقاعد على المكتب بقطع ايش بقطع ايش بقطع ايش بقطع ايش بالتلجيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي للاستفسار أو الاشتراك بالخدمة على الأسعار الجديدة من خلال معارضنا أو موزعينا أو الاتصال على 199 شوفك مرة ويفرفع قلب شوي طيب أهلا بكم من جديد تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم نحييكم من جديد عبر شبكة وطن الإعلامية تعاني بلدة بيتين وهي شرق رام الله من ضعف في خدمات الحكم المحلي في قضية النفايات وفي قضايا أخرى كثيرة سنتعرف عليها اليوم من خلال أمين الصندوق في مجلس قروي بيتين المهندس طارق حامد والذي انضم لنا عبر الخط الهاتفي أستاذ طارق صباح الخير أهلا بك معنا صباح الخير لك لكل المستمعين الكريم تحياتي لإلك إذن بلدة بيتين هذه الفترة يعني وصلتنا شكاوي من أكثر من مواطن من البلدة يعانون من قضية النفايات في البلدة هو أصلا كان في عندنا قضية النفايات بشكل عام في البلد فيها إحنا مشكلة وهذه المشكلة بتوقع أنا بترد بظلالها على كثير من البلدات والقرى وهي إنه إحنا ما عندناش مكبات نفايات رئيسية في المدن سوى مكب زهرة الفنجان اللي بتروح عليه النفايات من كل أنحاء الضفة لكن اليوم أيضا هناك جانب آخر من ضعف خدمات الحكم المحلي في بلدة بيتين وتحديدا في قضية النفايات فما الذي يحدث في البلدة؟ تمام المشكلة عندنا في قرية بيتين إحنا قبل ما ننضم لمجلس الخدمات طبعا بقرار من مجلس الوزراء كان عندنا إحنا سيارة خاصة فينا وكان في مكب خاص في قرية بيتين هذا المكب كان في أرض تابعة للأوقاف الأرض هاي الأوقاف أجرتها لمجلس الخدمات المشترك حتى يقدم الخدمة هاي لبيتين والقرى المجاورة إلها بس مش كمكب أجروها كموقف للسيارات فاضطرينا إحنا الآن كقرية بيتين أنه نشترك مع مجلس الخدمات المشتركة في تقديم هاي الخدمة اللي بيصير عندنا الآن متى صارت مجلس الخدمات المشترك هو المسؤول عن قضية النفايات؟ يعني بنحكي في
يمكن 2014-2015 يعني أنا مش بتذكر بالضبط صراحة تقريبا 6-7 سنوات يعني بالضبط. مجلس الخدمات تأسس 2007 لكن متى ضمت بتين تحديدا أنا ما يعني ما عندي بصراحة معلومة للتاريخ الدقيق لكن احنا ما كان عندنا مشكله لان كان مكبنا موجود. الان صرنا احنا نمشي على مجلس الخدمات المشترك. مجلس الخدمات في عندهم قوانين تختلف شوي عن كيف كنا في بتين احنا نعالج موضوع النفايات. يعني ما بيحملوا مثلا نفايات الملاحم مع العلم انه كل بتين فيها ملحمه واحده ومش هالكميه الكبيره اللي بتطلع من نفايات الملحم. ما بيحملوا نفايات مثلا مخلفات الاشجار مع العلم انها تندرج تحت نوع النفايات الصلبه. ومجلس الخدمات بيصنف نفسه انه بيقدم خدمه المساعده في التخلص من موضوع النفايات الصلبه. وهي النفايات الصلبه مخلفات بشريه، مخلفات حيوانيه، مخلفات نباتيه، هاي تعتبر مخلفات صلبه. فبنواجه هاي المشكله معهم انهم بيرفضوا يحملوا. ليش بيرفضوا؟ شو السبب؟ بالدعوة إنه سياراتهم ممكن تتعطل في حال إنه كان في حال إنه هاي المواد دخلت في داخل السيارة في داخل الصندوق اللي بتم فيه طحن هاي النفايات. وكيف بتم التخلص من هذه النفايات إذن؟ يعني هذا هو السؤال اللي إحنا نطرحه عليهم أصلاً نستنى الجواب منهم. للأسف الشديد يعني أنا يعني سألت أكثر من حدا فمن الناس تحكي بنرميها في الوديان. طب في الوديان ليش تصير للكلاب الضالة؟ للقطط، للخنازير، طب احنا فعليا هيك عمالنا بنلوث في البيئة. طب انا من رؤية ومشاريع مثل الخدمات المشترك انك تساعد على تطوير البيئة، تقدم حلول وانظمة بيئية متطورة. طب انا بدي اروح اتخلص من هاي النفايات في الوديان وفي بين الشجر وفي الاراضي الزراعية، اصبح انا قاعد بضر في البيئة مش بساعد في البيئة. وهي المشكلة لها 7 سنوات هيك بهاي الطريقة بتخلصوا من نفايات الملاحم والدواجن؟ هذا حسب روايتهم. انا يعني انا سالت كثير ناس حسب يعني في ناس بقول لك لا احنا بنرميها في الحاويات، كل واحد في عنده روايته. لكن مجلس الخدمات بعثوا لنا كتاب رسمي انه هاي النفايات احنا ما ممكن نحملها من عندكم لانها بتخرب السيارات، بتخرب الحساسات اللي جوا السيارات، فانتوا تخلصوا منها بطريقتكم. طب بطريقتي انا اصبح بدي احملها في السياره واروح ادبها في الواد زي باقي الكره اللي حوالي. طب السؤال الاقوى من هيك، طب الملاحم اللي في مدينة رام الله والبير وين بتروح في مخلفات؟ بالضبط. يعني هذا في عندنا كارثة بيئية عمالها تحصل في البلد إذا مجلس الخدمات مش مقدم لي حل لهي المشكلة. نعم. عدا عن ذلك إنه للأسف الشديد يعني إحنا نضطر إنه نشتري حاويات النفايات على حسابنا الشخصي، والتعامل معها من موظفي مجلس الخدمات بتم بطريقة غير لائقة. يعني في كثير تكسير، في كثير تعامل بضر في هاي الحاويات، وبالتالي بخربها ونضطر احنا نتخسر مصاري عليها ونشتريها على حسابنا الشخصي. وهذا سبب ما كتبه بعض المواطنين عن الروائح الكريهه في البلده، في بعض شوارع البلده. صحيح، لانه في عندك حاجات مكسره برفضوا يحملوها. طب ما انتم اللي كسرتوها. يعني انا بنفسي لما استلمنا احنا دوره المجلس في بدايه هاي السنه زودنا البلد ب 60 حاويه. ال 60 حاويه جداد يعني عمرهم 3 شهور او 4 شهور. انا مستعد ابعث لكم صور افرجيكم كيف صارت مكسره، العجال مكسره، الغطي مكسره. طب بكره هاي في المطر رح تتعبى مي فوق الزباله اللي بتكون موجوده جوا. يعني احنا لما جينا طلبنا منهم مثلا في عندنا برضه بعض المخازن بتخلص من نفايات الكرتون، يعني عانينا معاناة حتى نأخذ منهم بعض حاويات الكرتون بدون ما ندفع عليهم مبالغ مالية. مع العلم أنه هاي خدمة هم بيستفيدوا منها في موضوع إعادة التدوير، إعادة تدوير الكرتون، هاي عائد عليهم بيستفيدوا منها. متوفر عندهم حاويات، يعني هم بصفوا بخزنوا في بتين وإحنا بنشوفها متوفر عندهم بإمكانهم يزودوا حاويات جديدة للإسكانات وللمناطق اللي فيها استهلاك عالي في النفايات. طب أنتم كمجلس قروي يعني ما ليش ما تتحاوروا مع مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة ويعني تضغطوا عليه بهذا الاتجاه؟ أنا اجتمعت معهم قبل حوالي 3 شهور. كان في عندهم قرار بأنه في 1/7 حسب قرار مجلس الوزراء راح يتم تحديد ساعات العمل لمدة 6 ساعات فقط. قلنا لهم إنه هذا الحكي ما بزبط، إحنا فترة صيف وفي عندنا مغتربين كثير مروحين من برا البلد وفي عندنا ضغط، تحدد لي الشغل لست ساعات فقط يومين في الأسبوع راح البلد يتراكم فيها النفايات. وفعلا كنا نتلقى اتصالات كثيرة من الناس إنه يا عم ما أجوا أخذ النفايات من عندنا. وكان في عندهم كان مشكلة ثانية إنه عدم انتظام موظفين، يعني بيشتغل معهم موظف شهر 2 برد بتغير، شهر 2 برد بتغير، فبده لسه يتعلم على شوارع البلد ودخلاتها وين الحاويات موجودة، فبسبب لنا مشكلة تتراكم. غير انه طيب انت بدك تحدد لي الساعات ب6 ساعات واي ساعة اضافية بعد الساعة السادسة بدك تدفع اضافي. طب انا لليوم كهيئة محلية ما تم دفع المستحقات اللي لازم تدفعها الحكومة للمجلس القروي. طب انا من وين بدي ادفع لك؟ طب احنا في بتين اليوم عندنا مديونية لمجلس الخدمات لحالهم 40,000 شيكل.
ولسه التكلفة الأعلى يعني زي ما تفضلت يعني فش عنا غير مكب زهرة الفنجان. طب إحنا اليوم بحملوا النفايات من عندنا بيكبوها في مكب بلدية البيرة بعدين من بلدية البيرة على زهرة الفنجان. طب ليش مش لازم يكون في عندنا إحنا مساحات اللي يتم استغلال هاي النفايات الصلبة ويتم إعادة تدويرها إعادة استغلالها لإنتاج طاقة إنتاج أي شيء يمكن يستخدموا منه نستفيد منه إحنا كبشر بدل ما إحنا بس بنطم وبنحرك بنطم وبنحرك طبعا. والغير المسافات تضطر تقطعها الشاحنات مشان تكب من رمالة في جنين يعني أنا مستغرب ليش بس زهرة الفنجان يعني معقول فيش عندنا مساحات نستغلها في هذا المجال بطريقة حضارية طريقة حضارية حتى ما تنضر يعني زهرة الفنجان اليوم في إغلاقات أنا في شكاوى من الناس واسمك زهرة الفنجان يعني تعرف الاسم لحاله بدل على إشي راقي يعني معقول إنه إحنا بنسمي الإشي راقي وبنستخدمه بطريقة غير حضارية طيب إذن المطلوب من وجهة نظرك أستاذ طارق اليوم لحل هذه الأزمة في بيتين يعني شو المطلوب أول إشي إنه يكون في عنا انتظام في الموظفين اللي بيشتغلوا في مجلس الخدمات إنه يكون في ساعات عمل مريحة ما يضغطونا بعد ساعات العمل يكون في تعامل لائق مع حاويات النفايات وتبديل جميع الحاويات اللي كسروها في طريق استخدامهم ما نتحجج إنه والله في سيارة صافة قريبة على الحاوية أنا ما راح أخذها لأن في سيارة صافة جنبها طب أنا يعني في النهاية هذه بلد أنا بكون بدوري كبلد إني أوجه الناس إنه ما تصف سيارتك ما تصف سيارتك لكن ما بنفع أترك الزبالة تتراكم لأنه في واحد صف سيارة لكن أنا بشتغل على دور التوعية هي برضه هم من أهدافهم توعية وإحنا كمان من أهدافي كمجلس كهيئة محلية أن أشتغل توعية التوعية ما بتصير في يوم وليلة بدنا نتعاون مع بعض حتى نقدر إحنا نتجاوز هاي الخلافات مش تعطيني بعطيك مهلة شهر تحل المشكلة ما بزبط هاي مشاكل ما تنحل بشهر كمان بدهم يراعوا مشكلة التنظيف الصحيح يعني بنحمل الحاوية بنكبها وبنرميها كيف ما تيجي تيجي زيارة الحاوية بضل مليان ورق وسخ من الكلاب الضالة والبسس والخنازير اللي بتكون بالشوارع ما بنظفوها هاي المخلفات اللي بتضل ورا الحاوية زائد ما انتم يعني عفوا احنا مستضيفينكم في بيتين يعني صحيح الارض الاوقاف بيتين اولى فيها احنا تنازلنا وسمحنا لكم تصفوا سياراتكم وتخزنوا معداتكم فيها على الاقل يعني كمان احنا كقريه يعني احنا قريبين جدا من 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 محافظه رام الله والبيره يعني احنا مدخل لمحافظه رام الله والبيره مش منظر ولا شيء لائق ان ندخل على الشارع الرئيسي في بيتين ليش والله لانه في ملحمه بتكب كيسه وكيسين زباله جوا الحي ما بدي احملهم يعني لكي لحل انت دورك كمجلس خدمات انك تلاقي لي حل متطور مشان اخلص من هاي النفايات مش اروح اكبها في الوقت هذا مش حل اني اروح اكبها في الوقت يعني بتطلبوا مجلس الخدمات المشترك بإيجاد حلول لهاي النفايات الناتجة عن محلات الدواجن والملاحم في البلدة صحيح يعني أنا فاتورة بيتين الشهرية أختريم حوالي 13-14 ألف شيكل بدل رسوم نفايات هاي اللي بتدفعها المجلس القروي نعم صحيح شهريا طب أنا بأخذ من الناس شهريا 20 شيكل يعني يعني وكمان لسه رفعوا علينا الأجار رفعوا يعني صار بعد الست ساعات لسه في تكاليف اضافيه طب انت بدك يعني انا كمان الاقي حل فوق كل هذا كمان الاقي لك حل انت دورك تلاقي حل يعني ادخلي على الويب سايت تبعهم وشوفي الاهداف تبعاتهم وشوفي الرؤيه تبعتهم لانهم هم يلاقوا لي حل انت لو وجدت حتى تلاقي حل وانت مؤسسه غير ربحيه بيجيك دعم من جهات اجنبيه ومؤسسات اجنبيه بدها ومؤسسات داعمه لموضوع البيئه تفضل استغل هذا الدعم ولاقي لي حلول شكرا انك القيت الضوء على هذا الموضوع المهم شكرا جزيلا لك المهندس طارق حامد امين الصندوق في مجلس قروي بتين تحياتي كحيل عيوني يا وطن من شوفتك قلبي مفادا غالي على طول الزمن وارواحنا اغلى ثمن كحيل عيوني يا وطن من شوفتك قلب فتن غالي عطول الزمن وارواحنا أغلى ثمن نعرف غلاتك في المحن اللي نسك طيب أكيد إلى هنا نختم هذا اللقاء لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم مجددا غدا بملفات وقضايا جديدة كونوا دائما معنا على الموعد شكرا زملائي في الكنترول ومن ريم العماري أطيب التحيات لكم جميعا إلى اللقاء لما تكون موجوع وما حد سامعك بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود ولما تكون مهموم وما حد سألك والبلدية اللي داير ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه أصرخ وعلي صوتك
وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن، يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.